أول طائرة بعد 8 سنوات من الانقطاع تلاحظ معنا مشاهدي سوريا. هذه اللقطات لهبوط أول طائرة إيرباص على حياة بمطارها بعد فتح طريقها الدولي اليوم. إرهابي والإجرام، آخر رحلة كانت في هذا المطار في الشهر 8 2012، واليوم في هذا اليوم التاريخي ها هي طائرة مؤسسة الطيران السورية تهبط على أرض مطار حلب، وصورة أبلغ تعبير عن نفسها. لطالما كنا نتشوق من غمرة هي تحية من سلاح الجو، من أبطال الجيش والقوات المسلحة، من نسورنا الأشاوس الأبطال، نسورنا الأشاوس الأبطال. تحية لكم يا من عبدتم بدمائكم الطاهرة أرض وسماء الوطن. تحية لأرواح شهدائنا الطيارين، أخصهم بالذكر وكل الشهداء، ولكن الطيارين الذين كانوا